السلام عليكم. اليوم نروح للمدينة الجديدة تاع علي منجلي بالقرب من قسنطينة لنعرفكم عن هذه المدرسة النموذجية الرائعة اللي بدأت يعني كثير من هذه المدارس التي تم إنشاؤها في السنة الماضية أو السنة هذه فيه طراز جديد يتم حاليا اتباعه، وكذلك فيه مقاييس بالإضافة إلى بعض الخدمات الجديدة في مدارسنا وخاصة المدارس الابتدائية، إذن بشكل جذاب ويعني محيط مريح ومحفز للتعلم. إذن نخليكم تتابعوا هذا النموذج من هذه المدارس واللي يقع في المدينة الجديدة نتاع علي منجلي بولاية قسنطينة، والسلام عليكم. من المؤسسات التي كان إخراجها متميزا من حيث الديزاين، من حيث الإنجاز. طبعا الفضل يعود أساسا لزميلي مدير التجهيزات العمومية الذي وقف على كل صغيرة وكبيرة في هذا الباب. هذه المسحة الفنية راح تسمح للأبناء من التلاميذ أن يتمدرسوا في ظروف جيدة جدا. طبعا الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة تقريبا فيها 12 حجرة بمعدل 280 تلميذ. هذه 480 تلميذ راح تحل لنا المشكل تاع الاكتظاظ في المدارس المجاورة. إضافة إلى هذه المؤسسة توجد مؤسسة أخرى بحي 1500 سكن بعلي منجلي، ومدرسة أخرى بحي 1000 سكن. هذه أيضا استلمت كلها بهذه المنطقة بهذه الجهة، وغاية منها هي تخفيف الضغط على المؤسسات التي يفوق عدد التلاميذ بها 800 و900 تلميذ. إضافة إلى الحجرة الدراسية تتوفر هذه المؤسسات على قاعة للمطالعة، على قاعة للإعلام الآلي، طبعا مع زيادة المرافق الإدارية وهو نموذج جديد فيما يخص المدارس الابتدائية. سفاري حسين هي مدرسة نموذجية، تعتبر نموذجية بالنسبة للمدارس الأخرى، يعني هي مدرسة متميزة بالهيكل النموذجي تاعها، بالبناء تاعها، كاين اضافات ومرافق كثيره ما كانتش توفر في المدارس من قبل، وهذا الشيء اللي خلاها متميزه في نظر الاولياء في نظر التلاميذ، وكان في على هذا كان الشيء كان في عندها اقبال، كاين اقبال كبير من طرف الاولياء والتلاميذ للتسجيلات في هذه المدرسه. وطبعا احنا مش راحين نخليوها نموذجيه كهيكل فقط، باذن الله يد في اليد ونعملوا ان شاء الله باش تكون نموذجيه قلبا وقالبا. جد سعداء بهذه المدرسة النموذجية، أصلا يكونوا عندنا أولادنا وقريهم في مدارس بعاد وبالنظام القديم، وهذه عجبتنا حقيقة. المدخل تاعها بالألوان، الساحة تاعها فيها ملعب لكرة القدم مطور، حاجة باهية هيك تحفز أبنائنا باه يكونوا عند في المستوى. ثاني حاجة في هذه المدارس النموذجية مليحة لأولادنا، وكنا بكري احنا نشوفوا الأولاد الصغار كي نجيبوهم يقراوا بالسيف ندخلوهم، بصح هذاك شغل عاد كي يشوف الألوان، يشوف الرسومات، يشوف المدرسة باهية، يقول لي هو اللي يقول لك خليني نروح نقرا نفسيا، بعد هو يرتاح. عجبني الماتيكو والألوان والحروف والقسم، نحب كرة القدم، فرحت كي لقيت الماتيكو لعبت فيه البالو. حوالي 66 وبلا تاع السنوات الأولى واللي انتقلوا جدد للمنطقة، هذا إن شاء الله غدوة نتاع قرص الجديد. الجديد في الدخول المدرسي أننا ارتئينا إلى إنجاز بعض المدارس النموذجية، إدخال بعض الجوانب الجمالية لإعطاء أكثر ارتياحية بالنسبة للتلميذ والأستاذ، حيث ارتئينا إلى استعمال كل المواد المحلية وإعطاء طابع حركي ونشيط بالنسبة لكل الفضاءات المتواجدة في المدارس، على غرار الملاعب المحشوشة صناعيا، نقاط مائية في ساحة اللعب، إضفاء طابع الجمالية على مستوى قاعات الدراسة وقاعات